بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كان واكيب بقول صدن يصدحات كمدا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. باب ما يستعاذ به من باب ما يستعاذ منه في الصلاة. وباب هاي وحي إلهي لقم قليي صلاة قدهي. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد الزهري قال وحوري إبراهيم يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي أبهب أن أتبي حديثك إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وهي وحيت جدي سمعت رسول الله رسولك إلهي بان مقلو يستعيد مغنقل يا إلهي مغنقل يا عسكاني في صلاتي صلاتي سقوده إذا من فتنة الدجال دجال فتنة دي سإلهي كم مغنقل يا على وإن سومر فتنة معاني بضان بيكوتي مادة حاكم ذا الامتحان والاختبار إلا قو امتحانه أمال لقو لقا قادو تجابين أو حقرنا يسي إنكالي وحاكم ذا الغفلة عن الواجبات والمطلوب إناد كمشغول شو وحيابه لقا الربي سيدا فتنة الأولاد والأموال إنما أموالكم وأولادكم فتنة وحاكم ذا إن لغوقص بالدين كناد كبح الكراه على الخروج عن الدين دين كان أتكبح ذي والله قدر قي فتنة الليل هذا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بعض العلم فتنة إكراه كفصري نمنا تحريق يحراق وإن لقوا أما الضب لقوا قبضتي كفصران يعني بلن بيكوتي مادة كفر بيكوتي مادة والفتنة أشد من القتل الضلال يإثم يبادي بيكوتي مادة يعني بلن فضيحي عيبان بيكوتي مادة مركه هنا فتنة الدجال ورقن حمدي سي دين لان تي سي كفر امد او يير ييو دك كفد نوبيا تاسو الهي كما غنغلي جيري نبي غنو اوغا عليه الصلاه والسلام انو سن دجال غارينن وانا اوغا انو سن كفد نوبينن مسلمين تر واوغ ين صوبن انو هوشا معصوم كي هاي لكن اله ولا بريو ولا مغنغلو وا حكم من احكام العبوديه الهي إن أمك سأدون نمت كذا إن أدون تأذو بانتهاي قوري أيام باتوصي سواء عبادة مستقلة عيادة إله لما أنقل يدعى عبادة وحكم أرمى يمتشر أفلا أكون عبدا شكورا وحكلو كتر النبي عليه الصلاة والسلام أمد أيو بريا إن إله أي مغنقلان ويعسكدان وحول بصوكر رأي سقا كم مغنقلان لباتوين كاسو دنبا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير محمد بكودة وابو كريب محمد بن العلاء والزهير بن حرب جميعا رجع دور كاسيو الجروحي كتبنا يعني حديث كعن وكيع ابو سفيان قال ابو كريب وحوري حدثنا وكيع انت كلنا عن وكيع بيده هذوي. حدثنا الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الشامي عن حسان بن عطيه المحارب عن محمد بن ابي عائشه الاموي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سند كالقاس وكلهم ميو وعن يحيى بن ابي كثير وعن يحيى بن ابي كثير وحيكعت فانتهي حسان بن عطيه حسان بن عطيه كعت فانته بمعنى اوزاعي يا حديث كالله بالشيخ كله لبا الشيخ بكول يا هي اوزاعي عن حسان بن عطيه عن محمد بن ابي عائشه عن ابي هريره واحد وسند سند كالله بادنا تكيهر صوت ترنيزا ناصر بن علي أبو كريب جماعة حدثنا وكي حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير الطائي وعن يحيى وحيكو عطفنتي عن حسين بن عطية إنه إسقرنا في الهيا أوزاعي بالله الشيخ له حديثك أحدهما وحسين بن عطية وصهر مري إلى آخر السنة كلب أنه ويحيى بن كثير الطائي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حول السحابه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك لا يحول إذا تشهد أحدكم متكين هدوء التحيات سده وأتحياتك أورا مايو فليستعذ بالله إلها كما قالوا من أربع أفر بلايو أفر بلاي إلها كما قالوا مد كوبات
يقول وحورنا يا أضونك اللهم إنا أعوذ بك الله وحن كان من قلي من عذاب جهنم جهنم عذاب كذا الله جهنم كان من قلي إله النار بان كان من قلي الله جوده جهنم مر هذه الأشياء كناية عن النار نار رب النبي وكوض عليه الصلاة والسلام ومن عذاب القبر قبر عذاب كذا الله كان من قلي ومن فتنة المحيا نولش فتنة ذا كان من قلي المحيا هنا وزمان الحياة أنت للنول هاي في النظام كامان قالوا في النا الدون وأنت النول هاي قلت ما ضل وكامان قالوا نبيقول إنه في النظام آمن كي هاي وقال لكن وحنا نبيقول موشنا ينو الدون يا ربيين أوبا هاي هاي الدون ماها مسلمين تنا واتوصي يا وحلا قبا هاي هاي والممات يجريد في النظام هذا أي وزمان الموت حلا يجريدنا في النظام كامان قالوا ومن في ومن شر فتنة المسيح الدجال وحان قالوا لو كان مغن قالي من شر فتنة المسيح الدجال نينكي بين علىها بين تبضنا يسعد كبضنا أما إيش لا آية ربكم مسحنا فتنة دي سفننا شر كذا كان مغن قالي هيا الفتنة هو إيمان إيسا ومضى واقو إيمان إيسا لكن شر كذا إلهي نكابت باديو أيام مهمة أفرت مرك واسدة إلهي والله قام مغن قال عذاب جهنم والنار لقام مغن قال عذاب القبر مدى الصدحات فتنة المحياة والممات مدى أفراننا ومن فتنة ومن شر فتنة المسيح الدجال المسيح وحلو يدبا للشيغة معاني بضم بيضتك الشيغان أصوغوا مصحان وطبان كان إيش ميد كتابة مصحان تهاي وان إلب كؤول بإله أبو رقليا له وليها سنمرك أحاديث بكور من إيسا طيب ولو حليم وحلو قبحي المسيح وسعود بديه الدون كورنب وكسهم هياكو أكين يا سعود يتلابو ما لا يريد إلى كم من نعيم ويسيد مكية مدينة مركا سعود بدنة إنها سوال الشجع دجال كن وانك بين تبضن دجال وان بين وانك سوم مرة في كتاب الإمام اللي قصوا مرة دجال مركو هوري كب الله ما هي إله بان هي رب بان هي مركو هوري وحوس كده يعني عبادة بدن وصالح أو أولي إلهية وانده هستبر دقيقة مركي عام بدن كير في تنوبان مركو الرئيس وما شغنا إله النمو يواجد محو عص وضلع هاي إنه ده النبي مان هاي ما كذلك قاركوا كف النبي محو ضلع يا مايا وان ضلع يبا إله بان هاي وأحد بني آدم ماها جن هذا من الدجال وهذا جن بين الإنس وماها هذو جن هاي صحابه ده النبي محمد يو كما يشكي يعني إنه يهاي ابن سياد ثم قرنا اسم ابن سياد كيهودي قاها مركوا من بني آدم في النولو مركوا عبادي وناك بمد كسو قليا ولما نندع عيو خير كأغير أمار بالمعروف نهاء عن المنكر بسكده جماعة دعوي وصميسنا واقدم بحسوب دليا النبي بانهاي يا الرسول واقدم بهدنا حول إله بانهاي ما يشو قدم بيننا واتقارنا حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصاغاني واسمه محمد إسحاق بالليل هذا أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن حمزة كوض عن الزهري محمد قال وحوري زهري أخبرني عروة بن زبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن زوج النبي حاسك سيد عليه الصلاة والسلام أخبرته حيوشكت عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوها يدعوك يكد عيسته في الصلاة الصلاة واجب كأقوده هذا يصلاةها كلبا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر الله وحان كامان قلي عذاب كقبرك يا كامان قلي وأعوذ بك الله وحان كامان قلي من فتنة المسيح الدجال بين بضنه فتنة دي سنة وحان كامان قلي الدنين إله نمشيك يا كب بين بضن وأعوذ بك الله وحان كامان قلي من فتنة المحيا من فتنة الزمان الحياة بان الله قوضي انت النور هاي فتنة الدينيات بان الله كاما قنقلي الدنيا ربما لها والممات يجيري ذبا فتنة الزمان كاما يجيري ذبا فتنة إليه ذاي طيب إلهي نوكو سقاو مينا التوحيد كبا سيكتال لغا يابا سؤالها لقوات كيا لغا يابا سكرات كو انتو كو دبا أولو سلع مرياد ومدونة كو دبستال لغا يابا وحاسو دنبوا فتن في حقك أو في حق الناس مرك والممات نولاش في الندى إذا هي في الندى جيريدا الله كامان قال أوائل كذا هي آخر كذا اللهم إني أعوذ بك الله وحن كامان قال النبي قورن جري من المأثم الله ودنبي بان كامان قال دنبي إن أنا كل عيب معصية الله كامان النبي ويوجه إنه معصوم كي هاي
لكن أفلا أكون عبدا شكورا والنبي قال استغفار تنجر رب اغفر لي بورنج دواب تنجر بقول شر تضباطا بولا من شري إذا مركب ما هادي هادي إلهي كونا شيء إن نقطه ضغن فرس لو قد جاي ما أها أنبيانا هولها شغل كميلة طيب مركضا لغبر يا أدون نمض مرنا مزوشو وافقني ذاتيا أما الرسول نقو مكرمة أما ملك مقربا نقو أدون باتا هذا يقول الله لبانه سبحانه وتعالى مد كله وح أنبيض وأكتوا الدم ببكاء يا أذو أكتوا إذا كنت فلين يسوي لعب صغير بكوا سيد الله يدادو حسنات الأبرار وسيئات المقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين وي نينا سوق التقي وباريس كده جاي وح بإلهي وقول دوانا يو يقوله واد في عن تاي ضد بيب الله عن تاي نفس الشيء يعني تدخل ميزان ما أها اعتبارات قوة كلا سرية نبادي محاد قرآن برا بله بيوتهم حكزوسي كنشرين حبكم مسلم نبادي هذا هبل حكزوسي كنشر وكبر براي ما شاء الله بادي هذا معك أنا نين كان قاعد تمن مليون وكم سعودا شذلك كلي ولا باطن كم سعد بكم شبتها مقاحي يرك حرتو اي شعبتنا كما شعب وككبرا اسلينا بش مربو صومرا كل شيء لمركز اللوغي ليا ان هذا فانت مرم ولك لكن ولد حروة ومالك جمعي اللوير ولي ما كون كسوقا تكون مرقام ويا هذو قرانك بكون شلم بحيو حق مر يا نكاس وعركة متى مسماه اسكم ميل متى لان صوبنا يدينكم سقوا سيدا يا هدنا يكعب هذا بدن يا الله كا قد دو يا ربي كا يقانا كا استغفر بدن يا كا ذكر بدن ان لو ديدا لا دونيه اللهم اني اعوذ بك من الماثم الله دين بانك دم بانك من غلى يا والمغرب قان ان ان قامو به ديمه امده يغ يشان ان اسك بخين واي ماثم كو و الذنوب تي اثامت والمغرب هو ان قامو ده او دين علوس ودن بحين كرين أي كفوشو أما كوكو أتكات قال عائشة وحتر هو يدين فقال له قائل فقال قائل أحد باوحكو النبي له لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تستعيد من المغرم يا رسول الله أحد باوحكو لكم إذا صحابتي نبي الله بضانا أنت إلهي كم قنقلي سقان صلاة والبوات كم قنقشا قائل كان هو عائشة أمنا عائشة وإذا أسقرنا إذا روح سؤال النبي ويدي كعلي وأمنا عائشة كما في رواية النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن فقال له قائل وهي عائشة أم المؤمنين وهي صاحبة الحديث ما أكثر نبي الله بضانا ما تستعيد أنت مدن قليس من المغرب يا إلهي كم مدن قليس من المغرب قان يدين علوس وكفوشة جوابته في رزقيمة هذا فقال سبحانه وحيري إن الرجل أي الغالب سيد بدن وي سيد بدن ان الرجل احدكم نين يضمر واسكم ان الرجل انكم اذا غرم هدو قاموبه ديموبه حدث وحبو شيغا فكذب بين بين اون بينيا حدث وشكيا فكذب وانا بين شيغا ووعد وحبو بلن قادا فاخلف وقبيلا وسيد بدن يعني اذا ان الرجل اذا غرم وعاده حكمك عادي الحكم العادي والأحكام العادية لغم بشيو الاحتمالات العقلية المسألة مهم جدا حكمك دو عادي غالب يوحبضا كل سنة هاي وها احتمالي كرتوا خطأ وإذا دو بضن بقف الشلمي الأحكام العقلية الأحكام العادية وين يكون كل سوء عنطا سيدا بدن غالب كعادة هلا يقنوا ما حي نينك قاموا به محسما يا بلان بوديجي وكبحي ورا جرين بوشيك ورسنة قلبت بلانين العقد إيكنت أنا سأقول سو ديفان ديبيا أيا وأن منك بلاي ده هاي كورونا فارس كإهلين با دكان كبار لا يحرى أنك سوق هذا لها ومن هي بوي تالي بري واقو مشو كبري وان وكينيا وروا سيدي بريده ممكن لقى اسلام تبقى حالي اسبتال لقى ليبا بين يعني اذا حدث
للمدين وي مركو نينك مدين كايدين تقولها وش كينا فكذب بين بوشيغيا حدث فكذب وحبو بلن قاضي حلي بو قبسن مضل بو قبسن مدو قبسن مكان يبوس بكب وحيو نوا قوبي إليا مركا ومرو أذا يضد نمد الدشاء والحكم العادي لا يعارض بالاحتمالات العقلية عيبها وتداقر قد كورك وحكمت حكمك وكخل ضمي هذه هبل صدن سنة وحلوية قال إلهي غير كنو عابد جرقال لها وذا ديه فتول فديينا سيدي بكنا في بحيا سوى جيلاني بريا هيا هذه نار بكواري لعنة الله عليه بأده قال الشيخ ساها ديهم حد عكرته هي مركي قدام بيسي إنه طوبت كياني بعد قال إيه إنه طوبت كياني ساعد قدام بيسي واحتمال عقلي غالب كي سيدي بندينا يلقوا أغانا وحكم عادية والأحكام العادية لا تقدح الاحتمالات العقلية إسكا إلى لي ووح الغفة الشلموي وذا دو وين وهابي وأركا يعقوها إياه قالك الله بصدين وقال لما كنت انت معين هن لما لعنا ذكره نار بكجان لما ذكره وهو كفر بالله وخروج من الملة وذا وين الرئيس عوضة فردية ويأتوا لفتا كجان وركا كم قيم وقد كفروا بما جاء به الرسول أفضل حقيقة قتمت اختلط عليهم الحكم العادي والحكم العقلي احتمالك عقلي يا آفكك يا ري إلينا معيد ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إجماع السلف الصالح حتى والخلف حتى والمجرمين من أهل البدع ومحي روح قرميك وعدا أنه من أصحاب الجحيم إذا مات على الكفر الموت على الكفر هو التبين ما طيب الزمان نين لأقيها إنه قال لما كنت انتي كليهين نار بكترة عينا لما ديكره ولا نشد لمعين أفضى بليك بحاوبة لقرعي هي تقريرات كيرك ملاه قرى بجنة أو نار يا علماء المسلمين مغسطرات كاسكالي أهل القبلة كهالله يا أهل القبلة كهالله يا أما كافر أسلع أقر من هضات تراثنين قال لما كرد انت يهودي باب الشنود يقول لهم مصاري وذا دا نار لو مقرك باب الشنود صقر ميزا كي مسلمين تمصر كالقاب شيء ee gabdhi hatta islaamay ka suuliye diinki ee aqbaada aha ee ridada ummada ugu yeedhayay wadaadka weynaa ee akhwaanka muxuu yiri ilaahay uu naxariisto bi fadli ma qaddama lil bashariyya ya mabbi waa wuxuu saaku dhijir bal fatikar waa isku mid shuruudi fatikar laba gaal iska dhig oo ilma adeera naarta allah ku wariye iska ilaaliya bidaari sibiq bay kuu gashaa بداره سبق بيكو قش هذا ولا السلف فان اسكال لي عقيدة أهل السنة ولا نشد يعني لقى الراعي ولا نشد لمعين بجنة أو نار أهل قبلة لقاها الله يا من لم يشهد كفار أسليين تأينين رد لقوه أو كل إن تأينين كي أقر واج نار إنه كتره فليس بمسلم فهو كافر اسكال إلى إسلام هو كفر انتهي صلاة كذا واسيح ميسو لغم حبالك القبور تايدا شيخ نوما أهل النار وأسقى أهل النار محاب الصوهر هداد قال كي نبي محمد كو كفري كتاب قال كو كفري مركو انت أذى النار وقير كريم محاد دين كو صار إيشك أذى كو ودي ولكو في دوين تاي كي شلف فرانسيس كي شوقي عاي النبي قال إن إلا كري واي كبير كو بطران كالاقو قاي بري نفتح دي كبحد ودي رسو عدو كلين هي وأهل النار لما بده كرو حقين نو ودار هذا قور باهر إله نجا كده جه حقين لما جرنا إسكيل علي فذو وحكت ما دا ورك غزالي وكل يدنين كأهل مع سيدا الصاحب الكبير دا لعنة قور على لما بده كرو حديث عضو بنان كتير يمر كأول هيا
حال المحاجر وحويدي وحادعي كرتي انسان كتو انو كتوبت كان ادعي كرت انو كتوبت كانو يا ادعي كرت احتمال عقلي اوي وذاتك الصالح المهد المقبل وحوري وحادعي كرت انو كتوبت كيرين وحادعي كرت وحادعي كرت لغور قاية زوما وحوري ابن حزم ولعل تقابل بالعلة والدعوة كالدعوة فأين البرهانبور يعني هو إذا بضره إذا بضره نسك قرآنك هلا احترام دينك وحشك هلا قاته وإذا دعف بي إسك إلالي إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف رواية عند أبي يعلى بكعضه إن الدائنة بكعبرت إن الرجل ما شاء إن الدائنة الدين قاتها إنك الدين تقاتها إذا حدث غالبا حكم عادي أو بي كذب وإذا وعد أخلف وحدثني زهير بن حرب مرك الدين تآذى الله إسكاك إلالي دين تآذى الله إسكاك إلالي هذا الدين قال أن الدين هذا بحين كريم مرك ربها يسساري وهو لبضن هو شايدا وحدثني زهير بن حرب حدثني الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي مرك الوليد بن مسلم أو متابعين يا وكيع عن الأوزاعي بن صومر هنا أنا ووليد عن الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية المحاربي حدثني محمد بن أبي عائشة الأموي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حديث كمرك أبي هريرة أي رواية تيسا قدال جيي من حيث الفن وحاف يعني إنه اسكحكي يا شيخ روايات كحديث أبي هريرة وحديث عائشة ودب جيو دب ملها أنه سمع ورثي يقول أسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخري تيهور الرواية هذا إذا تشهد أحدكم به هنا وامح أتحيات كالضنب بلوتشي إذا فرغ أحدكم متكين هدور ضمي وكفر حشو من التشهد الآخري أتحيات كالضنب آخري وعكس الأول فليتعوذ بالله خلاف الأول عنده فليتعوذ بالله لها كم قنقلوا من أربع أفر بلايها كم قنقلوا من عذاب جهنم عذاب كذا ومن عذاب قبر عذاب كيسا ومن فتنة المحيا نولشا انت نولشا الزمن كان نولشا في النديسة والممات حلق جريدة في النديسة ومن شر المسيح الدجالي سعود بدنه بنت بناي قالك في النديسة وحدثنيه وحديث كي تبي الحكم موسى البغدادي حدثنا هقل بن زياد السكسكي حا قال مسلم حلو وحدثنا علي بن خشرم المروزي أخبرنا عيسى يعني بن يونس عيسى بضنبا ميشن عمرك واقعي احترازية عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي جميعا سوى الجرعة هقل إيا مركا جميعا يكوض عيسى عن الأوزاعي مركا هذا هقل إيو عيسى وحي متابعين إيان وذات كي هو وكيعها وليد بانا كسر رؤيه وكيع متابعيين انه الروايات كما حديث ابي هريره اسكح جيو اي نوفي عن حديث عائشه ودب مريو عين اوزاعي بهذا الاسناد سند كذا صوم مرتين اوزاعي ديو كحديث كقادني عن حسان بن عطي او يحيى بن كثير الطائي مرك ديه ما هذا لكن حسان باودن به حسان بن عطي وجيده عن ابن ابي عائشه عن ابي هريره وقال وحيري وقال قائلك وكما وقال بيد ماشاء الا يدار هايدين دغا يدين كان في عن عاو ان بدن بيد ستي وقال بيد كينيسا الصناعه الحديثيه وقال ويوا وكوما واهق ليه يا عيسى بن يونس وقال وحيد هذين إذا فرغ أحدكم من التشهد متكن هدوء تحياتك كبحو ولم يذكر إلا الهوي ولم يذكر إلا الهوي ونكسني محايا إلي مركو الربعين كلا سرسار مسلم الفاضة واللفظ لفلان بوده جري هذا هو يسكو قبطي رواية هقل بن زياد السكسكي رواية عيسى بن يوسف السبيعي
مر هذا إسكو قبط أوسن الفاظ التفصيل إنن فعل فاعل كأول لابنا يو إنه نقض مثنى ولا بن نقض وقال ولم يذكر عيسى كسعود هذه الأصل هذه مر كل ربعين وكلا صاروا وحدا واللفظ لفلان واللفظ مر كسوي هذا وحي كلا سوكر لو حاول ترنين كمر كربا دون الله شيء اللفظ جايز كلاها مر ولم يذكر ولم يذكر لما يقول ولم يذكر بقولي هذا واضح شلون تاعي مرد وقال يدي مرك الدم ولم يذكر مرده طيب هذه مرك سيد دون هالنقطة وحد عكرت إنه وجده وقال عيسى إنه الدم بي مرك وقال عيسى إنه الدم بي والطريقة اللي يقانه المسلم كل حوا وقال عيسى من يونس عن في روايتي عن الأوزاعي إذا فرغ أحدكم ولم يذكر عيسى مشيئا الآخر التحيات كذا مرده يا وقال ولم يذكر هو سيد كل غايه المهمات فانتان مهم حدثنا محمد المثنى حدثنا ابن ابي عدي محمد بكور بن ابراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير الطائي عن ابي سلمه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول اسوغوله قال النبي الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحجيدي اللهم اني اعوذ بك الله وحكام من عذاب القبر قبر عذاب كسر الله وكام من وعذاب النار نار تعذاب كذا كام مجن قلي سهران كومس وشيء وعذاب جهنم إن نار أن لقوضه واتر رواية عدوي وعذاب النار إله النار تعذاب كذا كام مجن نار تين لسكو عذابه اللي يقلي يلا وكام مجن قلي نبي روش بريب وكيا هاي ومن فتنة المحيا أشعر روح يقول النبي محمد اللي على وادع كرتاه نبي محمد إبراهيم هي أبو الأنبياء والرسل من أبينا آدم إلى آخر النبي يبعث محمد كل إلى عذاب الدعي كرت نبي محمد إسكدى ملك الجبريل هي ملاك تضم بلو قركرا الدعي كرتا الدعي كرتا إن الله على كل شيء قدير ما يكون هذا سوال لما وحسن لو تشوكا طيب انت اصلا من النار لو قرو أبو جهل يا إن أمي بن خلف يا إيش أروري يا فرعون النمرود يا هامان يا قارون كل إن لجنا لقي يا دعي كرتاي كله وطائفة إلى هي فتنة يوي فعم وصم إسكا إلى المركة وعقل معكوسة يا عقل فونطاء يا وطان وحي فهم يا المجر أنكروا الضرورات العقلية والحسية والشرعية وطائفة بئيسة أخبث من المعتزلة من حيث الأصول مركب حل لازمني مركب إسقاي إلى له شايدة وعذاب النار ما إله كان من قاله ومحبة داك وقلي إذا درسوا ما هنا النبي محمد الملائكة لعبه سو شق الحمام ما أري يا مركو كاسو بحي إن جبال أفكل وجبية هاي لكن لما هيو وإذا بضر يضمير حمو إن أتكبر الله وضوء يدين الآن وي ميلا للا عشرين هات الله عدو سيأفك الأصول مري كرتا وحادعي كرتا أنبياء النبي يقول نكو كي يعي إن أرلقو قرو أبو جهل جنة لكي والإناء بما فيه ينضح والطيور على أشكالها تقع مركو وحاوي استخفاف وحمركو كلفو ذاته أفقاد يدن هذا وحكسو به وحن شغل له هاي وعذاب النار نار عذاب وفتنة المحيا نورش في النظر يدي والمات جريدة والشر المسيح الدجال بقى الله كما قال حدثنا محمد بن عباد ابن الزبرقان المكي حدثنا سمين عيينته عن عمرو دينار المكي عن طاووس بن كيسان رواية الأقران وهي قال وحوري طاووس بن كيسان سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أسوغ لقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه بان مغلوله اعوذ بالله الهي كم من قال المسلمين من عذاب الله الهي عذاب كيسه كم من قال اعوذ بالله الهي كم من قال من عذاب القبر قبر عذاب كيسه اعوذ بالله الهي عسكض من قال من فتنه المسيح الدجال بين بانيه صعود كبنا في النبي كم من قال الهي اعوذ بالله من فتنه المحيا والمحيا والممات حدثنا محمد عباد إلهي بلغ مغنقلي الله لو عسكن هوشان وهول إلهي سبحانه وتعالى هذا مكلي يا مخلوق لشغلكم الله العياد
وعبادة خاصة دبوي مركو يمادو ماشات كعري أدمعين بضيس وماشات أمن سنتا إني وحكو التريس. ولذا كفار قريش مشركي العرب حلق برواقد برسمات كلا تشوغنا أصنام توضي هولو هولو إسكا برورديق تشري مركي حالاتو كولاد بدو عارد أما الضفان وكعان إلا شكي يرأي واتين ملا قوات قالو إلهي كلي بري تشري. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه حقيقة بحيوان لواي هبل إلا تي عزي إصافنا إلا ميقان وحيوني روبتين بيقرنا يانو عر عيارتي عرورتي يباشي أي عرورتو كوعي مكي مقشر رعان كوعي ياري جنها وليه وكلوه ظل من تدعون ظل عبارة فرصة ظل من تدعون إلا إياه مركو حاوي إذن وفطروي لكن مشركين تع هذا الشوكت إن بدور وكم ذا حلق برواقة ما بشريك يلامبا اسكف في عيني حال ضمك العصلات ويش عبد غادر كعرار حقيقة واسدة هذا ما كي بيرت أبع أو جبرد ويلا شو أو جيلو دلو أو بدو كلهم في عن لقيه لو وحول با ليش يسوي تمن هيا يد أنت دي زي هو الزقة دي زي شرب كيسو قرع هاي حاجد مركه حمانتي النفط قبطه مركه اوي مركه اهل قابور الله صبحاي كفار قريش مركه اي عرج الهي كلي كو كيرون لبدا رمبا في عان الوقت كفار قريش بارون نارو كلا سبحان الله يستر والله ابو مشرك ودا جيسوا وي لا قوي كلا دري حنانيك بعض الشر اهون من بعض بول شرك وكلفوديا وحاسو دمرك وا ودا داخربي ولا غدا دحيي ما كان اير هوش اي ادكاتو شي عبد القادر صاصو كلا تور هي شرك اودن باي مركا اسكو كيره شرك الاسماء والصفات شرك الالوهيه شرك الربوبيه جميع الشرك اودن با كويمت كو نين بمرك كو كوفيد كو عامل وا مسلمين كله مسلمين وركوفيد ماشي مقبن كرتك دا الى ديرو مجرد داتر كدا حوله تكفير خارج اعطاه قبطه لسو كير ماي سومالي كلا دمان مايس طيب هوشاس سوى هو الخطر مساله العياد ملجا يا معاد الله 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 كليوي مالك والله عرك رم جيران اسغا دباتده فيده بيده مقاليد كل شيء الله اسك الهالي حدثنا محمد ني الى وشرقي الى يوم مشرقه ولي هذا الدفاعي من الهي كلي بري هي الدفاع لكن الى وشرقي الى هذا الدفاعي وحركه درسني لماذا قال لما كوغين قال لما كو رقم امن وركو وإلو عداده نو البوحايد وينو قاط بلد نمبركي سو تارجتي سو وينو قاط قالوا المحل ودجيا بلد نمبر كارت تارجا ودجيا انه تارجا دي جري نينكي اله وشرك يا لمحن كو دجرينا مشرك اله كلي نينك عابده موحد ضدنا بلاياها قرصدو أروب منافق شيء عبد الله يجي لما تصل الإمام كينوها يجاجوس كي إنجليز كاب الله كدو هرجيسي لحبور يسموه إن سردون إنجليز هو كابتن وسرقال سراء إنه سومالي تشوجي ولا حبور تشوجي ولا بتنصر الشيخ بربرية زي لعية لحبور بورطة أنا حسوس تا دقيد سوق يعني نك يوقف شكيم بعندها سرانو الإمام كوها لا تنصروا كتابته اخري تفسيركم اخرن هيا انت انا طريق الصومالي ذا يا وحيين يا وحا اسكو دلا يا وحي كو دنتان وحا صدن بقري فيل ببل كاستو غبيا او لو سيف غريا لندن تاريخ ذا الارشيف قال لك لي شيخ عبد الله قبلهم مهرين قبلهم غرسن اوكا انت ان كو غاين مخينو يا شيخ عبد الله غاس قال كا قال كو دلي مخينو يا انت ان كو غاين مسلم بينو يا ما دام مجسهيو
إسلام مالك أنا أقول نبى الله رح يوين نقف وكورد مات يعني نوال بوحي كسب بحام اللجوء أركل ولا رقم هيا قط قط كار الله بحر مت كان أنا منافق هوست كي أمو قال هوست هول لجوء درس دماء هو شاس إسكيل علي حدثنا محمد عباد قال حدثنا سفيان محمد عباد كذا زمر يسون ويادي من الزبرقان المكي حدثنا سفيان بن طاووس وعبد الله عن ابي ابي طاووس بن كيسان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثله حديث كذا صومرتين او قالوا ايونه التبيوي مثله اي مثل حديث عمرو بن دينار ضميرك وحون نقول يا لبا ماشي انك مثله حديث وساق مثله انك هذا ايمان لا ايمان يرواه عبد الله بن طاووس محايل عمرو دينار بحكورنها يمرك ورا الطاووس وابيه عبد الله ابيه وحدثنا محمد بن عباده وبكر بن بشبته وزيد بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد واسمه معاتل هذين عبد الله بن ذكوان عن الاعرج عبد الرحمن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مركا وساق مثله يعني هذا نوحو اعرج بدو عيونه حديث كي طاووس وكلو كحيوي الا طاووس معنا ابي هريره وحدثنا محمد المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر الهذلي حدثنا شعبة الحجاج البصري عن بديل عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن ابي هريره رضي الله تعالى عن بديل بن ورقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتعوذ نبي له حكم قال جري من عذاب القبر روايه مختصره وارقتان وعذاب جهنم جهنم عذاب كذا عذاب القبر وفتنه الدجال قال كي الدجال في نيس وله كما قال الشري كتاب الايمان بانه قصه مره في الدجال كتاب كأدم بيا احوال القيام وامام كاهل الدون وكو ايمان دون ان شاء الله يضف فاسن الشيطان كان هوليس وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك ابن انس ابو عبد الله امام دار الهجره فيما قرئ عليه فيما قرئ عليه حديث اللي قد الاخريوي اصور لفتي زمان ارض اذا قد الاخري عن ابي الزبير محمد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم رسول الله ببرجر المسلمين هذا الدعاء دعاء ببرجر كما يعلمهم السوره من القران سيده سوره القران ابريو سوره القران النبي قصص الصحابه ابرو اي دعاء النبي ادنين جرو الصحابه ابرجر ودعاء مهم هذه واتيادات من حديث اتقصوا مرتين من حديث ابي هريره ومن حديث عائشه رواية بدنا القصه مرتين حديث ابن عباس نادوا كيني يقول وحو النبي اورنجري يقول ودها مسلمين اتحيات قدام بيا اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم الله وحان كان من قال عذابك جهنم واعوذ بك وحكم من قال من عذاب القبر قبرك عذاب في سواء اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال دجال كي بين بدنها في النبي صلى الله عليه وسلم كان من قال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات بان الله كان من قال دها المحفوظ في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام دعاديسه ميل والبي كتماده وبالإفراد أعوذ نبي محمد دعايستي أو جمعيي لمهيو مكواسوك الصلاة اللهم باعد أعوذ ساسوي اللهم إنو ضد الدعين يا مهيين حديث كمركو أورنا يا إمامكم مركو دعينا يا هدود دعاء اسكوك قوني ولو فقد خانهم فرباكو قدن وذا دري وحيليهم بس سيدة وحو خلافي سيرة يا دقن كي منهج كرسول كلا يقاني في إفراد الدعاء إنما نحن حديث هو سوقي هي لا دقن كنبي محمد يا خاص كي قصها بس الدعاء اسمه مركو اسكي ودعاي سني كان وحوكاها لمركو مد ودعاينيس وحلو الشيخ انه دعي الى ويد مداف باتري الى ان حريص الى جنة يجي الى فرج كربه يقفي وشيخ مع الليضة تاس ويت الله لكن بركة اسكا ودعاء سنيسو ويكل دوانتا سيد دور من نقطة المهم المحفوظ في دعاء النبي وافراد كاسوي قال مسلم الحجاج وحول ابو الحسين بلغني وحيسو قاري ان طاووسا يعني ابن كيسان قال لابنه انو كيري ويلكي سي عبد الله ادعوت مكود عايست بها دعاء هذا انصوم مره افرت الشيء له لقم انقلي من عذاب القبر عذاب جهنم من عذاب من فتنه المحيا والممات يوم من فتنه المسيح الدجال افرت
أدعوت مكود عايست بها دعوينك أفرت في صلاتك صلاة هذا تكتي فقال أولك حول الله ما يأبك ما دعيشني قال طاوس وحوقي لي أعد صلاتك صلاة هذا السوعي لي ما أصحيني السوعي لي لأن محايا لسام حول دعاء وأدك يا طاوس لأن طاوسا رواه دعاء وحكوري عن ثلاثة من المشايخ الكبار أو أربعة أما أفر أو كما قال أمسود جري ننكا مبلغين سوغارس هي حديثك ومعلق معلق رواية المركة اليوم من منذر بان يا أصنكها الله مركز وقد روينا عن طاووس فضاق عليه المخرج ابن حزم بأصنك يا ني وحوري وقد روينا وقد روي عن طاووس فضاق عليه المخرج مسلم معلق بوكو كيني وحاوص لي حديثك عبد الرزاق في مصنف عن معمر عن طاووس عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن ابي طاووس بن كيسان مجلد كلابات سبحان الله وبقول لي سديت رقمك صدح كون سديت يتطبق فيري عبد الرزاق عبد الرزاق ومن اثبت الناس في معمر عبد الرزاق من اثبت الناس في معمر ومعمر وحلوت من اثبت الناس في ابن طاووس طاووس يا ابي عبد الله بن طاووس يا ابي هنا دول يا ابي واثبت اولاده وسند صحيح غايه محمد بن كينيا محمد اذكر كينيا وكينيا كان مسلما وحقبا دعاء ان اتحيات قدم بروحي كتغا سلادي سما صحن اما واجب كتغي لانه وسوده 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 كد حقوق قطمي فتوى طاووس بن كيسان ولذلك واسكو خلاف علماء الدعاء مواجب مسوى سنه جمهور اهل العلم وحي قبان اني سنه هاي ويسن واجب هاي اتحيات كورون با واجب شافعي انت الله الماشان صلي النبي با واجب ولا ما تذكره في التشهد الاخير ظاهري يا جماعه من المحدثين والظاهر ان مسلما منهم حي قبان دعاء انه واجب ولا ما تذكر ولذلك طاووس يقول لك يري صلاه السوعلي ما صحن جمهور وحليه طاووس وحا لغا يابا ويلك انو دعاده بريو او تسهي اني مهم تهي حق لنا ان لا فضيسن كرين او وحا ضيل صداي زنهي اي ما هي انو جيده دعاده واجب حال كفنا الا اذا وجوب كده بنان كو يالا خو يالا لبا دليل مدو كوباد الامر الصريح قولوا اتحيات كدم ولا قيدي مركي اد غادان دها امر كان نبي محمد صالح او ما هينو مد الله بعد نبي ولي دم كما تغي دعاس لا يوجد بعد ما النبي بالله بس هو كتغي نبي دائما اسوغ امه امري حق لو دقاقا مركم ما يمد دائره يدين ستان ظاهريه عيدن كيدو طيب شيخ ابن تيميه قول حوليه دورنا انه واجب تاي تاي احمد روايه اصلا قوري يا تصيص اني روايه تاي اني واجب تاي محدثين فربضان بهو شاسي كنت جاي لكن نقم لو تري عنك كو اي كت اي مثلا بوغو قرا كفيق ابن حزم بارن بو بابيست وكاسو كو دغالمي نينكي كتغا سيد ما سحن بو وان لا برتوا واجب سيدا تحيات لو برنمي طاوس من كيسان دواء ارغتا مشو كلا دحاي دعاء اس مركه الله برتو عروت هل حفسيو هل لو دعيستو دعاء هل بديو باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته وحباب هاي صلاة انت ان لغا بخين دعوينك قيب وكتل مام امام كو هدن وحو تلماميا صلاة ورب حدو دعوينك كو دعيسن لاي حدثنا داود استحباب الذكر عفوا حسك إله إلا صنيه بعد الصلاة هذا كذب يو بيان صفة اتقابك يا إلا عد حسك إله مركز صلاة كبعض هذا الحسيس حدثنا داود بن رشيد الهاشمي حدثنا الوليد بن مسلم عن لوز عبد الرحمن عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء الرحبي واسمه عمرو بن مرثد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول له باتني سديد حديث بو النبي كوري يا ثوبان ان صومر ان كلام حسوسته صومر رسم حديثي خير بقول له باتني سديد حديث بو النبي كور شاع
عليه الصلاة والسلام نبي كوريا مسلمنا طبعا حديث بكوليه بخاري إنس الرواية كلها ينبان أم لينية صحابي كان ثوبانا بخاري إنس الحديث كلها ينبان أم لي أضو بقول لباطني ستيت بوريا مسلم طبعا حديث بكوريا حديث تاس لبا وينو صوم مري كان واكي صدحان لبا حديثه ثوبان أولي عيبين صوم مري حديث وحين نكون صوم مري صدح بقول طبعا يشان رقم كأها واتفيرين كرتان هذا سقال شن بقول سقاش نيكو بينو مرة إن الله سعده رقم كلا تريو كذنب يحدث كود الجموي رقم إذن ترنا كذنب يحدث كود الجن شن بقول سقاش نيكو بان كاكم مرة إياه صدح بقول ثمانية شن بحدث كود كوسوم مرة كيلا بعضنا أفر بقول سديات تني سديات بينو كوسوم مرة كيس دحان هذا وحوي شن بقول سقاش نيكو بات كوم مرة إسا قال السحابي وحويلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس بكل انتي وين صوم الري ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس بكل انتي مشهد يود اي هيسته هجرة مكة هي تكون تاني صدح دي هجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو حوها اذا انصرف مركو كبحو من صلاته صلاة مكو كالسلام نقصد استغفر دم داف الله ويدي سجري ثلاثا صدح جير استغفر الله استغفر الله استغفر الله بورنجري ثلاثا ومركو الساعة وغسلام النقصود وحد كي استغفار سنة صلاة بات تكتي واجب ربك قدري بات تكتي صور مسيك تهدع كرتا واتساوي نيسا واسواس با نعهاي واض بحضي واس كم مقرين خوش علام با اسكجرتا قبل دعي قلب بلان با اسكجرة دم دافنا الربو استوان لازم استغفر الله استغفر الله جلاله وقال مركو استغفار سنة كدب أورنجري اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام اللهم الله يو أنت السلام نبت قل يو وأذيك أيد السلامة الله كهو فنبا طيعيب ينقصان ورنبا ذو السلامة من المعايب والعيوب والآفات آفو يعيب يوحن ورنبا الله كهو فنبا طيعيب انت هور مركات اللهم انت السلام بن ادم واسكد بدن هي مسكها حنت اي فوندده وخا لا يبا انه يبودو الهي وحو وباهن هي ان لغا نزهو حمانها وخا لو ييري ومنك السلام افضل ونفته ومنك لا من غيرك وخا لهور مريي معمولك السلام منك يا ايد وخا لهور مريي أنت توحيد كله فانسيو شركي بلا غاك روايه والسلام منك اصلا يا الجرومي يا النساء ينو شيخ والسلام منك لا هو منك السلام لا من غيرك كدرت اذو حق اون بين ربي وكاهات اديك كلي حق يسمى كتي ماده السلام من المهالك والمصائب والعيوب بلاي دباتو ان لقبت بادو ولقبت قبو الله اظن بكاتمه اظن باودوي أظن محاتاي السلام ذو السلامة من أي نقص تباركت الله خير كذب بدناي تباركت أي تعاليت تباركت الله خير كذب بدناي مرك ودادوك كلها وقاضن خير كذا أنت تكو على سوي وخير كي أها صفات الكمال أسماء الله الحسنى وصفات كمال ما لقى يلا قوضها نعمة إي وحل قطرة إي خير كنا وأثر إي حكم من أحكامي إلهي أسماء هي صفات كي سوي حقوق المعناكي مدوي صفة والباء وصفات ذاتها وحي لها ذا مقع وحي لها ذا حكم وحي لها ذا ثمر وش باب العقائد بالغصو دراسيا في لي تباركت الله وخير كذبتنا يا أما تقدست وتعاليت حمار الله كهفنات ذا الجلال يا ذا العظمة ذا الجلال حرف نديب الله قوة سكر نيسان وين ايمان تطيضو حديث قوته ذا الجلال يا ذا العظمة وين انت يا شرف تعليه صاحب قايو والإكرام يا إحسان فلك يا إلا ما موسو ضدك أهل وخير كي مضان إلا ما موسو قال له وليد بن موسو حودي فقلت للأوزاعي وحانكوودي كيف الاستغفار وفرسو نينك الراوغة حديث كورنا يوين فهمها يو معنى يسو أقياي عربت وحيتا نينك
ninka shaacirka gabyaaga hadduu bayt wariyo macnihiisana uu garan waayo fadribu bikafin xataa yaltafa ashaaciru idaa rawaa baytan idaa anshaa qasiidatan aw baytan walam yacrif macnaahu fadribu bikafin xataa yaltaf dhurbaxa indhaha taabo ilaa uu luqunta laabo maxaa ila waxaadan garanayni maxaa wadataa raawigu ma xambaarayo wuxuusan uusan garanayn saa darteed welid u weydiiyey xur istikfaarta nabi maxamed sa salaada ooga baxaba uu istikfaarsan jiray iyo sheeg awzaaci odaa sheekayee faqaala wuxuu ihi awzaaci taquulu waxaad dhihi markaad salaada saa oga salaama naqsato astaqfirullah 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 oo saddex ah maxaa ku jira marka istikfaarta iyo dikriga iyo ducadan waxaa ku jira wafaa bixaqi lcubuudiya walqiyaam bishukri illaahi subxaanahu watacaala afalaa akuuna cabdan shakuura addoonnimadaadii baad muujinaysaa astaqfirullah allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta ya dal jalaal waalikraam ducadaadaad wadaysa ilaahay ku haleeshiiyey mahadnaq buu kaaga baahan yahay waa kaa mudan yahay in baan rabbi haleeshiinay subxaanahu wa tacaala xadatna abubakr bn abi shaybata wabnu numayr maxamed buu ka wadaa imaamku qaalaa labadaa sheekh xadatna abu mucaawiyat adarim maxamed bnu khaasimin can caasim yani alaxwal caasim bnu sulaymaan can cabdillahi bni xaarith alansaari abuulwaliid baa la yidhaahdaa can caaisha radi allahu tacaala canha qaala waxay tiri hooyadeed kaana annabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu idaa sallama markuu salaamo naqsay salaada uu ka baxo lam yaqcud ma fadhiisan jirin ilaa miqdaara maa yaquul intuu ka yidhaahda un mooye qadar yar uu ka yidhaahdo allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta dal jalaal waalikraam bas uu fadhihi jiray culammadu waxay ku fasireen in laga wado salaada aan raatibo lahayn salaada ayn sunna ka dambaynin kaana annabiyu idaa sallama min salaatin laysa bacdaha raatiba maxaa ila axaadiidta waxaa ku sugan salaada subxaanahu markuu tukado mararka qaarku inuu fadhihi jiray una badnayd xataa tatluca ashams inuu wardihi jiray ilaa ay qoraxdu soo baxdo oo sunnatu shuruuq uu tukado ama ragcatay duxaa uu tukado idan xadiidkan waxaa laga wadaa waa almaktuuba alatii laysa bacdaha raatiba aysan ka dambayn maxaa yeele nabigu markuu salaama naqsaday intaa yarta u akhriyo waa bixi jiray gurigiisuu ku sunaysan jiray idinkuna markaad saa salaada oga baxdaan halkanaad ku sunaysanaysaan sababkuna waxaa weeye guriga haddaad tagtaan maba sunaysanaysaanba ilaa man raxima rabbuhu oo halkanaabay kugu baxdaa salaada ood ku marqaamaysa ma aqaan iyo inaad hadda jamaacada iyo ha lagu arkay inaad sunaysato ay tahay walidaa ibnu mascuud wuxuu odhan jiray salaada aad guriga ku tukanayso iyo midda masjidka aad ku tukan hadday isla ekaan waayaan oo isku qurux noqon waayaan fa anta munaafiq hawshaada laiskaga fiiriyo salaada guriga aad ku tukan waxaa laga yaabaa inaad buumaba iskaga tukato iyo taraag suudkii aad ku seexato islaanta garbasaadta inaad soo qaadataaba laga yaaba oo dhexda iskaga xidhaato labis iyo isqurxin iyo diyaargarow iyo qiraa'a dheer iyo midna ma jirto markaad meeshan timaada waa iskala jiidaysaan salaad quruxsan oo cajab qabta camalu sirri waalcalaaniya waa inuu isku mid noqdo camalka aad bulshada dhexdeeda ku qabanayso iyo midka sirteed gurigaada ku qaban waa inay isku dhowaadaan haddaad tahay ahlu sidqin wa ikhlaas haddaad tahay bucbuuc anagoo kale aana warkaada de waa iska cadyahay halis waa hawshaay ada lasoo ilaaliyo lam yaqcud nabigu ma fadhiisan jirin bayna sunnati wa bayna almaktuubati baa laga wadaa raatibadii iyo faradkii ilaa miqdaara maa qadar un mooye yaquul uu ka yidhaahdo allahuma anta asalaam ilaahu nabadgelyo dhan aday kaa ahaatay ama cafan allahuma anta adaa nabadgelya awey ay dusalaamati idan meesha dusalaama laga dhigay la masterkii qudhigii sifada baa ilaahay laga dhigay anta asalaam ba nabadgelyaba waa adiga xumaan wixii ku fur oo dhanna waa adiga wa minka asalaamu nabadoo dhanna aday kaa timaadaa ceeb iyo xumaan iyo dhibaato dhan laga nabadgalo tabaarakta dal jalaal waalikraam wa fii riwaayati ibnu numayr waxaa ku jira un riwaayada ibnu abi shaybe ku jirin
يا ذا الجلال والإكرام، يعني حرف النديه بوكيري ابن أبي شيبة. سلام ها ابن نمير عفوا ابن رويز وحكوا جرون طيب نبي شيبة كجرين يا ذا الجلال والإكرام. وحدثنا وحكى وحدك النوت بيي ابن نمير محمد، حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، أبو خالد سليم بن حيان بالليد هذا أبو خالد الأحمر بوعان كوياي، عن عاصم الأحول بهذا الإسناد سنة كذا ذم رئيسين بكتبي عاصم عن عبد الله بن حر عن عائشة صوماهي، وقال أبو خالد وحيدي، وقال أبو خالد وحيدي أسقى صوكر لي ومتابعين إياه أبو معاوية متابعين إياه، وقال وحيدي مركو حديثك أولا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حديثك عائشة برا عن قدر مركا عن رواية الضمبي الرمي. وحدثنا وحاكل حديثك النوتي عبد الوارث ابن عبد السمد ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري قال حدثني أبي، أبي هو عبد السمد ابن عبد الوارث، حدثنا شعبة الحجاج عن عاصم الأحول عن عبد الله بن حارث وخالد الحذاء حقو وتقديمي التأخير بكجر أرضي وكوريري رواية سبعة سكغفيري عن عبد الله بن حارث الأنصاري كلاهما كلاهما خالد عاصم وياد خالد الحذاء يا عاصم كلاهما عن عائشة ترتيب كسراعي حديثك صح ماءها وإلا إذا هذي أهيد كلاهما عن عبد الله بن حارث عن عائشة سأو قال لأن شعبة يحدثك قاتي عاصم الأحول عاصم الأحول ويحدث كوري عن عبد الله بن حارث الأنصاري هل كحل وحكوا له شعبة حديث كورنا يا خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء صوم قرن يسال عن عبد الله بن حارث الأنصاري شعبة الله بالشيخ بولي هاي وآه عاصم يوه خالد الحذاء كلاهما عن عبد الله بن حارث أبو الوليد الأنصاري عن عائشة سند كسداس وصحكو ياي لكن ماها إن عاصم الأحول يا خالد الحذاء يا عاش وحكور هيا تقديم التأخير بقول ما يفهم توحن قال الله طيب بركة حو حنفلة يا مسلم هولها موسى سمياني نساق ده هول كتمد وي سيدا روح أقول سحيا مية ترى حدنا شعبة عن عاصم وخالد الحذاء كلاهما عن عبد الله بن حارث عن عائشة مع أنه صح ذا واسدا سأفهم تقديم التغيير كاسي يسر إذن باب إني عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيلي بمثل أي بمثل الحديث السابق حديث كورية صوم مرتين يا نصه هسكولي قيسمية لما لا طيب مركز شعب هذا وحم طابعين يا وذاتك هذا صوم رئيسنا ها أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر غيرها سيشاء أنه أنه كان يقول شعبة وحورنجري أنه شعبة لو وضع غيرها سيشاء أنه كان يقول شعبة وحورنجري الحديث كان مكورين أيه يا ذا الجلال والإكرام بكورين جري رواده هوري كتك حرف النداء سوق ميه ودم يستري جري عشر قناعة وإنت سوق إلى سبحانه وتعالى في الدنيا من آخر وأنا قبل بادية والله أعلم.